السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ يا رب ان شاء الله كل بخير وسلامة. اول شيء رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله يا رب يعيد عليكم سنة الاخ، ان شاء الله انتم بالرابع على ابواب التخرج. المحاضرة الثالثة عنوانها الداتا تايب والداتا ديفاين، اللي من خلالها احنا نتعرف شلون نعرف لنا variables بالـ SAMP language. الـ variables طبعا هي تكون نوعين، الـ numeric أو الـ string. الـ numeric تكون مثل ما نشوف الـ variables الـ numeric ما يكون نوع constant أو نوع الـ variable المتغير. بداية المحاضرة هنا نذكر إنه هاي تعرف إنه الـ register no more than 16 bit ودي من 0000 إلى FFH، وياخذ القيم اللي ياخذها قد يكون بالهكسا او بالباينري او بالديسمال وات ايفر. نيجي على الاوريجن. الاوريجن اللي هو يعطينا البدايه مال الاوفسيت ادريس مالتنا. انتم منتبهين على هذه الكلمه الاوريجن اللي هي الاو ار جي؟ من تفتحون الايميليتر دائما ياشر وين؟ على 100 هكسا. هذه اشاره الى بدايه الاوفسيت مال منو؟ مال الكود سيجمنت اللي هي بالاي بي. بس من تشغلون الايميليتر وتشوفون دائما الاي بي دائما يبدي من 100 هكسا اللي هو مثل ما موجود بالاوريجن. الاوريجن هنا يقصد انه احنا ورا ما نعرف الفاريبلز، ورا ما سوينا ديكلاريشن للفاريبلز وراح يحتل موقع بالميموري، احنا نريد نطي بدايه للاوفسيت مال الداتا سيجمنت مالتنا اللي موجود بها الفاريبلز. ففي هذه الحاله احنا نحتاج انه نكتب له قيمة الاوريجن بالبداية، يعني الاوفسيت اللي نريدها. اوكي، عندنا انواع هسه الداتا تايب مالتنا. اللي اول نوع الفاريبل، اللي هو قلنا الفاريبل هو شنو هو؟ ان احنا نبدي نعرف فاريبل حالة حال بقية اللانجوج. مثلا عرفت فاريبل انتجار مثلا واي تساوي 10، هاي الواي قلنا شنو هي؟ هو عبارة عن موقع بالميموري خزن اسمه واي حيحتل القيمة مثلا 10. هنا نفس الشيء، من نعرف ايضا variables بالـ SAMP language وعبارة عن موقع بالميموري اللي يشير له مثل ما موجود هنا باللوجيكال ادريس هي قيمة السيجنال مع قيمة الاوفسيت وشنو القيمة اللي موجودة لي. طريقة تعريف الـ variables بالـ SAMP language او الـ variable declaration هي هذه: الـ name اسم الـ variable، الـ data type النوع ماله، والقيمة الفاليو اللي موجودة لي. الاسم هو عبارة عن أي لتر أي حرف، ويا ممكن أن يكون digit أو combination يعني بيناتهم، ودائما لازم يبدي بلتر. أحيانا يمكن أن نخلي unnamed variables ما نريد نعطي اسم، فهذا معناته أنه فقط راح يحتل لي address بدون اسم. الفاليو القيمة البدائية اللي أنا أريد أخليها لي، أو ممكن أن يكون numeric أو string حسب نوعه. النيوماريك هكسا باينري ديسيمال، او ما اريد انطي قيمه بدون قيمه بدائيه. مثلا شلون انتم عندكم بالسي بلس بلس مثلا انتجر اكس او انتجر واي فقط وتحطوا لها سيمي كولون، ما تريدون تحطوا قيمه. فهنا انا اخلي لاني علامه الاستفهام اشاره على انه بدون قيمه بدائيه، انا عرفت فاريبل بدون قيمه بدائيه. اما انواع الداتا تايب مالتي هي عده انواع. النوع الأول والأكثر شيوعاً أكثر استخداماً هو DB Define By. DB Define By شنو معناته هذا الدايركتيف؟ أني معناته عرفت variable شنو الاسم اللي تريد تسميه، هذا variable راح يشغل موقع بايت من الميموري وياخذ مثلاً فلان قيمة أو بدون قيمة حسب قلنا ما تريدون. هاي أمثلة على DB Define By. نبدي من Data 1، هذا variable مالتي، هاي كلها تعتبر variable declaration. داتا 1 اسم الفاريبل، الدي بي من نوع دي بي قلنا ديفاين بايت راح ياخذ بايت بالميموري. اوكي، وش قد القيمه؟ اخذها 25 للديسيمال. الداتا 2 ايضا دي بي اخذ قيمه بالباينري، داتا 3 قيمه بالهكسا، وهكذا. هنا نشوفه رجع انت اوريجن بدايه اوفسيت اللي هي للداتا سيجمنت ورجع كمل عرف لي الفاريبل مالتي هنا اللي هو داتا 4 من اخذ نوع اسكي نمبر غير الاوفسيت مرة أخرى، رجع على منو؟ على الداتا 5، أخذ المالتي الفاريبل داتا 5 من نوع دي بي بدون أي قيمة، مجرد راح يحجز لي
سيت اساج ا بايت بالميموري، حجز لمجرد بايت واحد بالميموري بدون ما ياخذ قيمه. اوكي داتا 6 هو عباره عن اسكي كاركتر. هسه هذا ما يخص الديم. نجي على الدوبليكيت. الدوبليكيت شنو فائدته؟ انه عباره حتسوي من اسمه دوبليكيت راح يكرر لي العدد من المرات في القيمة. بس أنا من أجي أريد أعرف variables، خلي نقول مثلا ال variable مالتي هذا numeric من نوع array، يعني أريد array أنا. زين أريد أنا ال array مثلا 6 مواقع 7 مواقع 100 موقع مثلا، بس أريدها كلها تاخذ نفس ال value. أنا طبعا أجي أعرفها وأكتب القيمة اللي أريدها تتكرر 10 مرات أو 100 مرة، أقدر إنه فقط أنطي duplicate. بس مثلا هنا مثال عندي، عرفت variable أريد ياخذ لي 6، يعني أري طولها 6 وأريد كلها نفس القيمة اللي هي FF. فأنا بدل ما أقعد مثل ما عرفت الداتا 7 اللي هو من نوع DB وخليت FFH كررتها 6 مرات، أجل أنا أجي فقط بالduplicate أنطي كم مرة تتكرر. مثل داتا 8 اللي هو من نوع DB أعطي عدد مرات التكرار وراء duplicate وراء بين قوسين اللي هو القيمة اللي أريد تتكرر. فهنا أنا راح يفتهم إنه راح يفل 6 bytes with FF. أوكي أريد هنا أنا مرة أخرى أريد أحجز 32 بايت بالميموري بس بدون ما أنطي أي قيمة. فهنا أنا ثاني بداية offset جديدة لداتا 2، عندي هنا داتا 9 اللي هي من نوع DB. إيش قد قلنا أريد ما عدد مرات التكرار 32 بايت، أجي أحط 32 بايت دوب بين قوسين علامة استفهام، هذا حجز 32 بايت. ممكن أنه يصير عندي duplicate within duplicate. مثل data 10 variable نوع db 5 duplicate فتح القوس اللي هو شنو يريد يتكرر 2 duplicate فتح القوس 99. فهنا معناته 2 بالخمسة 10 راح يبني لي 10 بايت وذا قيمة 99. وعندي مثلا variable هو اسمه d نوع db راح يسوي لي مثل الاري، يعني اللي هو شنو هو قيمة ماخذتها 1 2، راح تسوي لي هاي الاري اللي تاخذ القيمة 1 2 1 2. اوكي هذا ما يخص الدوبليكيت. عندنا الداتا تايب الثاني عندي هو الديفاين وورد دي دبليو. هنا ايش راح يحجز لي من الميموري؟ راح يحجز لي 2 بايت او 1 وورد بالميموري مالتنا. اوكي حسب الحاجة من نحتاج احنا شلون الفاريبل نتعامل وياه. هنا أنا أبدي داتا 11 من نوع دي دبليو، أخذ قيمة ديسيمال قيمة باينري هكسا. وهنا أنا أخذ حجز لي موقع 8 وورد سايد بدون ما يعطيها أي قيمة. يقول إحنا ممكن أن نستخدم دي دبليو مكان الدي بي حسب ما نحتاج، بس يقول الدي دبليو ممكن أنه تستخدم حتى تسوي ديكلاريشن للسترينج، يعني ممكن تسوي ديكلاريشن للسترينج. النوع اللي وراء اللي هو دي دي ديفاين دبل وورد، من اسمه دبل وورد يعني ايش قد؟ يعني 4 بايت. هذا الدايركتيف يخصص لي 4 بايت اوكي او 2 وورد. يقول ياخذ قيمه الداتا حسب ما يريد. يقول دائما هذه من راح يتعامل ويا الميموري لوكيشن دائما اكوردنج الرول، خلوا بالكم وشايفين انتم على الصبوره دائما اني اسوي لكم هذا المخطط انه اللو بايت اللو ادريس والهاي بايت هاي ادرس، دائما يخزن اللو بعدين الهاي. الأمثلة عليه هذه هو داتا 16 دي من نوع دي دي قيمة بالديسيمال، والداتا 17 وهذه كلها من نوع هاي، داتا 19 اري من نوع كلها دي دي اللي اخذت هاي القيمة. زين اللي ورا عندنا ورا دي دي عندنا كواد وورد، هي اسمه كواد وورد يعني 4 وورد يعني 8 بايت. اوكي وهذه القيم اخذها. طبعا هسه انتم من تجون تطبقون الدي دي والدي دبليو يطبق ماكو مشكله عندكم. بس عندنا الدي دي والدي كيو حيتم مشاكل. الدي دي راح ياخذ فقط اول وورد من عنده، يعني هو مو تو وورد ما ياخذ 2، والدي كيو ممكن يطلع ايرور من تطبقه. جربوا شوفوا. هسه هنا عندنا مثال على نسوي ديكلاريشن ان تو فاريبل. طبعا هسه احنا هنا راح نجي نتعامل ويا الفاريبلز مالتنا والداتا. راح نقسم كود البرنامج الى قسمين اساسيين، هو الدوت كود والدوت داتا. اول لاين بالدوت داتا اللي هو عفوا الدوت داتا هي اصلا مخصصه للديكلاريشن للفاريبل. اول لاين بالدوت كود
راح نجي نحط قيمة ديفولت السيجمنت. يعني شنو؟ بداية السيجمنت مالتنا اللي راح يصير خزن للفاريبلز بيها، وبعدين الاوفسيت مالتنا نشوف هسه اكو اعازات انه شلون نجيب الاوفسيت. طبعا طلع بس اريد انوه انه هذا البرنامج الجديد اللي نزلته انا للفيديو اللي سجل ده هو ثابت على 15 منت، فهسه من اني احكي احتمال راح يصير قطع، راح ينقطع الفيديو وراح ارجع اكمل الفيديو ثاني المحاضرة. زين، هنا عندنا ديكلاريشن فاريبل 1 وفاريبل 2. فاريبل 1 من نوع الدي بي بايت واحد بالموري اخذ قيمة 7، والفاريبل 2 من نوع وورد اخذ وورد بالموري واخذ بيه هذه القيمة. رجع شنو سوالي؟ موف الفاريبل 1 بالاي ال اللي هو بايت وداب بايت اللي هي اي ال، وفاريبل 2 اللي هو وورد حط اياه بالبي اكس اللي هو 16 بت. فهنا ديراوينا هنا طبعا انه شلون إذا يتعامل ويا الـ variables. إحنا مو قلنا هي عبارة عن مواقع بالمماري. نشوف هنا move al، مع هنا أصلاً أخذ شنو؟ رأساً إجى على offset مالت منو؟ مالت الـ variable 1. شوفوا بين هاي أقواس المماري هو جد offset مالته 0.108 بالهكسا. والموف الـ variable 2 bbx رأساً إجى على منو؟ على الـ offset مال الـ variable 2 اللي هو 0.109 بالهكسا. السيجمنت مالتي بدايتها وينها هي؟ هذه الصفر ب 5.6. فهنا يقول رأسا راح يسوي لنا، طبعا هسه قلنا الورقة لما نبدي بالدوت كود اول لاني لازم احنا نسوي اساين لود الديفولت قيمة الفاليو الديفولت للدي اس ريجستر. اوكي، فهنا نشوف الفاريبل 1 قلنا مالته هذا الاوفسيت 0.108، والفاريبل 2 هو هذا 0.109، ومالتنا شفتوا السيجمنت هذه، فراح يتعامل باللوجيكال ادرس هذا مال الفاريبل 1 وهذا مال الفاريبل 2. قلنا بما انه الفاريبل 1 ما عندنا مشكله هي 108، ليش راسا ننزل على 109؟ لان هذا هو بايت واحد، فاريبل 1 هو دي بي فبايت واحد، 109 لا هذا وورد، فمعناته شنو راح يصير؟ راح يجي بال 109 ايش راح يخزن لي؟ يخزن لي اللون ل 34 هكسا، بعدين ورا ينزل على 110 راح ياخذ 12. اوكي، لان هو 1 2 3 4 قيمه موجوده فوق. زين، هسه هذه ما يخص التعامل وياها. هسه نجي على اري. شفت معنى بعض من الامثله انه عرف لي اري هو شنو؟ هو نفس الشيء، بس انه هي شنو عباره عن انه تاخذ اكثر من قيمه chain of variables. زين، مثال هنا أنا عندي اي اللي هي أري من نوع دي بي أخذت هذه القيم بالهكسا ديسمال، وعندنا بي أيضا أري ثانية من نوع دي بي، بس شنو هنا نتعامل وياها كأسكي. فهنا بين هاي الأقواس السنجل كوتيشن حاط لك كلمة هلو، فهنا شنو راح ياخذ؟ كاركتر كاركتر من ذولا أو لتر باي لتر كاركتر كاركتر من عندها راح يجي ياخذ الأسكي ويخزنه باللوكيشن. فهنا راح نجي نشوف انه الاي والاي والبي هما نفس الشيء، عباره عن the same array. فهنا الاي شوف اللوكيشن 0.48 الى حد اللوكيشن 5، لان هي كلها 6.00. ونجي البي هي هذه هي نفس القيم. اوكي، الاسكي مال ال اتش كابيتال هي 48 بال هكسا، الاسكي مال الاي سمول هو 65، وهكذا بالهكسا. اوكي، عندنا مثال هنا انه شلون اني راح اسوي اكسس مالتنا نسموها، احنا عرفنا شلون نسوي اكسس، نفس الشيء ماخذين انتم بالبرمجه انه مثلا موف اي ال اي اوف 3 يعني اللوكيشن الرابع روح خليه بالاي ال. وهنا اقدر اتعامل وياه مو افضل بشكل مباشر، اقدر اتعامل وياه بطريقه الاندايركت انه اخلي قيمه اللوكيشن بنوع من انواع الميموري اندكس ريجسترز هو بي اكس اس اي دي اي وبي بي. بي بي تعرفوا نجي على البي اكس والاس اي والدي اي، ونخلي نجي نقول له موف اي اوف الاس اي للاي اي. اوكي، نجي شلون قلنا هسه احنا عرفنا انه اول شيء اول لاين بالدوت كود نجي نسوي لود للديفولت سيجمنت. فشلون اوصل اني مالتي للاوفسيت مالت الفاريبل المخزون؟ اكو عندي طريقتين،
يا أما طريقة الأوبريتر أوفسيت